اتشحت ساحة الاحتجاجات في محافظة كربلاء وبابل بالسواد، ونصب الحزن خيامه فوق رؤوس النساء والرجال حدادا على أولئك الشباب الذين روت دماءهم أرض الناصرية والنجف، المضحين بأنفسهم من أجل نيل الحقوق. عيون الجميع لم تفارقها الدموع، وألسنتهم تتساءل: ما هو ذنب الشباب ليقتل؟ هل المطالبة بالحقوق جريمة؟ عقوبتها الإعدام بلا رحمة؟ مواساة أهالي الشهداء والوقوف مع الشعب العراقي بهذه المصيبة الكبيرة اللي سقطوا بها مجموعة كبيرة من الشباب والورود اللي طلعوا حتى يطالبون حقوقهم وحقوق الشعب العراقي العظيم من هاي الطغمة الفاسدة اللي سيطرت على العراق على ثروات العراق واللي ما حصلنا من وراهم غير بس الدمار. المشاركون في وقفات الاحتجاج شيعوا رمزيا شهداء العراق مطالبين الحكومة بتحقيق عادل وتتبع الجناه الذين تلطخت أيديهم بدماء الشباب. هذه وقفة تضامنية وروحية ووجودية لكل هؤلاء الشهداء الذين سقطوا نداء محبة ونداء للوطن، الوطن الذي ضاع، الذي ضاع منا، الذي سرق منا بلا رحمة. اليوم نقابة كربلاء خرجت بمسيرة صامتة تضامنا مع هؤلاء الشهداء، ونتمنى السلام لأرواحهم جميعا. وبحسب المتظاهرين فلا انسحاب من ساحات الشرف والتظاهر إلا برحيل جميع الوجوه التي أوصلت الوضع الراهن إلى طريق مسدود ومحاسبة الفاسدين، مجددين المطالبة بوطن خال من الفساد والمحاصصة والطائفية.